السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامي. عندك دمعة لو لا هذه الليلة؟ السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. السلام على ذي الساق المرضود بحلق القيود. بقي إمامنا في ذلك في تلك الطامورة أقل مدة تاريخية تذكر 4 سنين، بعضهم قال 7 وبعضهم أوصل إلى أكثر من 10 سنين. بقي إمامنا هناك إلى أن دس له هارون سما قاتلا. فبقي مولانا يتقلب يمينا شمالا وارمى بنفسه على فراش المرض مبهوض في ذي في تلك الطامورة. لو دار سما تقول روحة منه تفوض من تحل جسمه ما إلى قوة على نهوض. أحسن الله لكم العزاء إلى أن دنا أجله فعرق فرشح بالعرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجليه قرأ شيئا من القرآن. طبعا بجواره الإمام أبو الحسن الرضا. قرأ شيئا من القرآن ثم أنه أطبق فاه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإماما رحم الله من نادى ومظلوما رحم الله من نادى وسيدا. ثم أنهم حملوا جنازة على حمامي الأربعة متوجهين بها إلى وين؟ إلى جسر الرصافة. أكو خبر وصل إلى الشيعة اجتمعوا عند الجسر. أصبح الناعي نادي مات إمام الرافضة والشيعة بقلوبهم نار الحزن شبت لظى. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة ذاك متشمت وهذا فوق خد مدمعة. ويح قلبي والجنازة على حمامي الأربعة وفوق ذاك الجسر ذبوا مهجتك يا مرتضى. وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب رفع كف ايده وشمه وارتفع منا النحيب. صاح هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب إن كان تسأل عن سبب موتة ترى بالسم قضى. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة وتتشمت عليها العدة. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة وتتشمت عليها العدة. فوق ذاك الجسر ذبوها ظلت رميا مددا. رحم الله من نادى وإماما
رحم الله من نادى ومسموما. اجتمعوا الشيعة واخذوا الجنازة وشيعوها. يا عظم مشيت الشيعة من ورانا عش الإمام، كاشفين روس جملة من الشرى سود الأعلام، والزلم تلطم صدرها والنساء تلطم لها، على إمام بالسجن ميت ولا حد غمضه. آه دفن الإمام في مقابر قريش في بغداد، لكن تبقى الحسرة تتردد عن غريب الغاضرية وين غابت شيعته. ريت حضرة وقبل ما تدوس الحوافر جثته، واسمعوا زينب تنادي من يشيل جنازته، تقول اخويا 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 يا حسين اخويا شفنا اليموت يجي دفا. والله يحفر قبر ويفصل اجفان، ما شفنا اليموت يضل عريا. وتجري عليه الخيل.